يحصلون على الانتصار والانفراد بالصدارة بعد انتصار نادي الكويت قبل هذه المباراة على اليرموك بثلاثية. وضع الفريقين في وضعية صعبة، والآن كلا الفريقين يبحث عن الانتصار ويتمنى بأن يسعد أنصاره من خلال هذه المباراة. لقاء قبل بدايته عزف السلام الوطني الكويتي، وبعدها راح ينطلق هذا الديربي وهذه المباراة اللي الكل ينتظرها والكل يتمنى بأن يستمتع فيها في الدقائق القادمة. اليوم راح نودع أيضا نجم جديد، نجم قديم ولاعب قدم الكثير لنادي القادسية، أتحدث عن نواف المطيري، لاعب اللي راح يعتزل كما ودعنا أيضا في مباراة الكويت والعربي اللاعب فرج رهيب. الآن نواف المطيري راح يترك الساحرة المستديرة، لاعب نادي القادسية واللاعب الذي تألق مع القادسية وقدم الكثير في سنوات ماضية. نواف واحد من الأسماء الجميلة، مهرجان اعتزال نجم المنتخب الكويتي ونادي القادسية ولاعب النصر الحالي نواف المطيري، تحت طبعا رعاية رجل الأعمال بدر محمد العتيبي، وذلك على هامش هذه المباراة اللي تجمع الغريمين التقليديين القادسية والعربي. ابتدأت مسيرة المطيري مع الأصفر في 93، ويدير المطيري بالفضل لرب العالمين ثم للمدرب الوطني عبد العزيز الراشد اللي تولى قيادة براعم الأصفر آنذاك اكتشافة وصقل موهبته، ومن ثم تدرج المطيري سريعا ليصل إلى فئة الناشئين تحت قيادة المدرب السربي فيشكو إيموشا على مستوى الفريق الأول. مثل نادي القادسية لسنوات، تمكن من خلالها تحقيق 29 لقب مختلف، تمثلت في بطولة الخليج للأندية وخمس بطولات كأس سمو أمير البلاد وسبع بطولات دوري، ومثلها في بطولة كأس ولي العهد وبطولتين في كأس السوبر ومثلها في كأس الخرافي، إضافة إلى أربع بطولات لكأس الاتحاد وبطولة واحدة في دوري الرديف. هذه ليست إنجازات فريق، هذه إنجازات لاعب واحد هو نواف المطيري اللي راح يعتزل وراح يترك الساحرة المستديرة. الأجواء بدأت في المدرجات قبل أن تبدأ في أرضية الملعب، جمهور الزعيم إشاعة لها من البداية يمتع الناظرين. يقال بأن اللون الأخضر هو اللون الذي ينصح به الأطباء دائما عند ما تصاب العين بالإرهاق، ومشاهدة الزعيم وهو في هذه الوضعية أكيد بأنه يريح عيني المشاهدين وعشاق هذا الفريق، فما بالك بمواجهة كبيرة جدا مع الأصفر، مع القادسية، مع الملكي، الفريق الذي دائما يحضر ودائما يتواجد في الفترة الماضية في منصات التتويج. وداعا يا نواف المطيري اللاعب الذي قدم الكثير، إضافة إلى مسيرته مع الأندية، مثل المنتخب الكويتي أيضا في بطولتين كأس الخليج 17 و18 وتصفيات ونهائيات كأس آسيا 2004، وصل رصيده في المباريات مع الأزرق إلى 52 مباراة دولية، سجل من خلالها 8 أهداف فيما وصل رصيده التهديفي مع نادي القادسية إلى 20 هدف. نواف وعائلته وأبنائه في هذه المباراة في الديربي، واختار هذا اللقاء كما تحدث نائب الضبط الرياضية قبل بداية هذه المباراة لأنه يعرف قيمة هذا اللقاء ويعرف قيمة هذه المواجهة تاريخيا. اللقاءات كبيرة والأحداث كثيرة والقصص راح نرويها في الدقائق القادمة ما بين العربي والقادسية، القادسية والعربي. هنالك مباراة في المدرجات خاصة بين جمهور الفريقين، ومباراة خاصة أيضا في أرضية الملعب، أجواء جميلة
ملعب يحتضن هذا الجمهور اللي يملأ جنبات هذا الملعب. نتمنى بأن نستمتع في الدقائق القادمة من هذه المباراة ومن هذا اللقاء. نعم صافرة البداية الصافرة من حكمنا الدولي الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، هو من يدير هذه المباراة ويعاون كل من محمد أحمد مساعد أول وحسن مادي مساعد ثاني بالتوفيق إن شاء الله للطاقم التحكيمي. ونتمنى بأن نستمتع كما ذكرت بالمباراة المباريات أو بالدقائق القادمة من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء القادسية. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يبدأ في حراسة المرمى أحمد الفضلي، في الخط الخلفي عامر المعتوق، عبد الرحمن العنسي، خالد إبراهيم، طارق سعيد، وسط الملعب طلال العامر، فهد الأنصاري، صالح الشيخ، سلطان العنسي، وفي المقدمة دانييل واللاعب عبد العزيز المشعان. هذه هي تشكيلة نادي القادسية في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. بينما العربي يبدأ بحميد القلاب في حراسة المرمى، في الخط الخلفي اللاعب عيسى وليد، أحمد إبراهيم، أحمد الصالح، محمد فريح، وسط الملعب محمد التراغ، خلف أحمد، وعبد العزيز السليمي، وعلي أحمد، وفي المقدمة في رأس واللاعب أحمد هايل، تسديدة من دانييل لكن الكرة مرت فيها ضربة مرمى في اللقطة الماضية. هنا طبعا حارس مرمى نادي العربي حميد القلاب من يحمي عليل العربي في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، وحراس كثر تاريخيا حموا عليل نادي العربي في سنوات جميلة وفي أيام لن ينساها عشاق كرة القدم الكويتية. من منا ينسى حارس المرمى سمير سعيد، الحارس الذي تألق وأبدع في نادي العربي ومع المنتخب الكويتي من 84 إلى 92، وحقق الكثير من الألقاب مع العربي، ولكن تبقى أفضل بطولات التي لعبها سمير سعيد كانت بطولة كأس الأمير في 92 عندما تصدى لست ركلات ترجيح ضد نجارة والقادسية في 3 أيام، واللي أدى إلى فوز العربي بلقب الكأس. الجدير بأن مرمى سمير سعيد لم يهتز ولم تهتز سباكة في مباريات الدوري في موسم 1987، يعني قبل 27 سنة لم يسجل في مرمى العربي سوى هدف. كرة موجودة على العرضية لمنطقة الجزاء، صالح الشيخ، مرت قدم، سدد، خطيرة خطيرة، مرت إلى ركلة ركنية، ولعت المباراة من البداية، والقادسية كاد بأن يعملها وكاد بأن يسجل أول الأهداف، لكن الكرة مرت فيها ركلة ركنية. هنا المشعان الفنان مر تقدم لعبها إلى الشيخ صالح، صالح الشيخ سدد، لكن كرة صالح مرت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية الآن قد سوية. الملكي يبحث، ملعوبة الآن عرضية عالية خطيرة من دانييل، هيئها دانييل، لكن الكرة أبعدت أيضا، عادت الآن في وسط الملعب، تراب ينقلها من جهة اليسرى، الكرة تبعد أيضا وتمر إلى رمية التماس لمصلحة نادي العربي. رمية التماس، مباراة تبدأ مشتعلة ولقاء يبدأ بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، ومباراة نبحث بأن نستمتع في الدقائق القادمة. الأصفر والأخضر، ديربي بالقمة، ديربي في القمة، مباراة كبيرة جدا في هذا المساء بين العربي والقادسية. وبصيد ينقلها الآن ممتازة إلى هايل داخل منطقة الجزاء، هايل لعبها عرضية، المتابعة موجودة، بصيد تحت أنظار حكم المباراة محمد عبد الله يمر مواصلة اللعب، عادت المحاولة مرة أخرى، خالد إبراهيم ينقلها للأنصاري، بعد رجال يمنى الأنصاري
اليسار يغير اتجاه اللعب، مشعار ودانيال ينتظر، لكن الكره يخلصها المدافع، ابعدها حظا عليها، طالت من امام الجميع. المدافع المتقدم خالد ابراهيم احد الاسماء الشابه الجميله، لاحظ هذه الكره وهذه الفرصه الخطيره جدا اللي لولا براعه مدافع نادي القادسي او العربي في اللقطه الماضيه لشاهدنا ربما اول الاهداف في هذه المباراه، لكن الكره ابعدها المدافع، خلص المدافع المتالق احمد ابراهيم الى ركله ركنيه، مرت بعد ذلك الكره والنتيجه مستمره حتى هذه اللحظه سلبيه عين الفريقين. الكره موجوده الان في الجهه اليسرى، عامر المعتوق 1-2 موجود، لكن الكره تتخلص ايضا وفي تدخل وخطا وحق المباراه، يتحدث الان مع احد لاعبي نادي العربي، مباراه وديربي في بطولة الدوري الكويتي، لكن هي مباراة بحد ذاتها بطولة، مباراة بحد ذاتها بطولة، العرباوية أهم شيء ما نخسر من القادسية، هكذا كانت الأحاديث قبل بداية هذه المباراة وقبل بداية كل لقاء يجمع القطبين الكبيرين الملكي والزعيم القادسية والعرب. القدساوية يقولون إلا العربي ما يفوز، والعرباوية يقولون إلا القادسية ما يفوز، هذه هي مباراة وديربي، ومنذ سنوات كما ذكرت الظروف وضعية الفريقين لم تكن بهذه الطريقة، أن الفريقين يتنافسون على صدارة بطولة الدوري الكويتي. كرة موجودة الآن عرضية، عودة العربي، عودة القادسية، عودة الكويت، عودة هذه الفرق، عودة كاظمة، عودة بدر للطوع للمنتخب الكويتي، هذا اللي الكل ينتظره في الأيام القادمة، وعودته مع الملكي أيضا مع القادسية، فريق قادس ينتظرون بأن يعود ويكون حاضر. كرة موجودة الآن عرضية تتخلص وبتمر فيها ضربة مرمى في اللقطة الماضية، والمدافع أيضا أو اللاعب خط الوسط اللاعب سلطان العنزي هو اللي لعب الكرة الماضية براسه، لكن كرته مرت وعادت الجميع فيها ضربة مرمى. هنا أيضا واضح المدافع أحمد إبراهيم وأسماء موجودة في دكة البدلاء، وعلى فكرة نادي العربي بعد تقريبا ثلاثة أيام عنده مباراة منتظرة أيضا ولقاء مرتقب، راح تتابعونا عبر الظبي الرياضية بإذن الواحد الأحد، وبتغطية أيضا من قلب الحدث في نهائي بطولة كأس ولي العهد بين نادي القادسية أو بين نادي الكويت عفوا ونادي العرب. ذلك العربي عين هنا وعين هناك، هذه بطولة وعنده بطولة أيضا، بطولة غالية وبطولة يبحث ويتمنى بأن يعود من خلالها نادي العربي إلى منصات التتويج. فترة ليست بالقصيرة غياب العربي على منصة التتويج شيء مزعج بالنسبة لجماهيره وبالنسبة لهذا الفريق اللي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، ليس فقط في الكويت بل في الوطن العربي، هنالك عشاق كثر لزعيم الكرة الكويتية نادي العربي. كرة موجودة الآن، محاولة مستمرة داخل منطقة الجزاء، لكن تتخلص أيضا وتبعد أيضا بالنسبة للقادسية، هنالك شعبية كبيرة لهذا الفريق ومحبين كثر لفريق قادس في الوطن العربي الكبير. كرة بتعود مرة أخرى في الجهة اليسرى، محاولة مستمرة إلى المشعار، يلعب الكرة إلى عامر معتوق، عامر في الجهة اليسرى، عامر يحاول، عامر مر، لكن الكرة أبعدت أيضا من أمام حميد خلصها، الكرة عادت في الجهة اليمنى لأحمد إبراهيم ينطلق الآن، وهذا أحمد الصالح يبحث عن زميل يلعبها أمامية، لكن وسط اثنين ضاري سعيد والمدافع ايضا المتالق عبد الرحمن لعنزي غطوا على فراس الخطيب وعلى احمد هايل اللي حتى هذه اللحظه مش قادرين انهم ياخذون راحتهم ويشكلون خطوره كبيره على لاعبي نادي القادسيه في الدقائق القادمه. الكره موجوده الان، محاوله الى فراس، فراس يعود ويعيد الكرة في وسط الملعب، المحاولة مستمرة لمصلحة نادي العربي، جمهور يحضر منذ ساعات قبل بداية هذه المباراة
الحرموية يحضرون في المدرجات والقدساوية كذلك، والكرة موجودة في الجهة اليسرى. محاولة مستمرة إلى مقصيد، مقصيد يلعبها طويلة، خطر داخل منطقة الجزاء إلى هايل، خطف هايل، لعبة عرضية استعجل فيها، الكرة أبعدها لعنزي إلى ركنة ركنية، إلى ركنة ركنية في اللقطة الماضية. مقصيد لعبها طالت ومرت وصلت إلى هايل، هايل استعجل فيها، العرضية موجودة، الكرة تبعد الآن تتخلص، عادت المحاولة إلى دانييل، دانييل في الجهة اليمنى، دانييل يتقدم، دانييل يوقع على كرته، يبحث عن زميل، يجد المشعان، عبد العزيز ينقل إلى صالح الشيخ، صالح الشيخ يحاول، صالح الشيخ معاه المشعان، المشعان ياخذ له مكان، لكن الكرة وصلت إلى دانييل، دانييل وسط اثنين، خلصوها وأبعدوها من أمامه، عادت المحاولة مرة أخرى، تشعر بأن المباراة تلعب على جزئيات بسيطة فقط. الفريق اللي يستغل أخطاء الثاني ويترجمها بنجاح هو من سيتوج مجهود البقية، وراح يتوج مجهود الكل بالانتصار في هذه المباراة. هكذا هي مباريات القمة، دائما تكون حساباتها بهذه الكيفية، ولا حسابات أيضا خاصة وتسديدة من صالح، لكن كرة تمرد فيها ضربة مرمى. نعم، فرصة الأخضر، ربما بعض الصحف هكذا كانت تتحدث بأن فرصة الأخضر في تحقيق الفوز من خلال هذه المباراة أكبر في ظل تألقه بقيادة المدربة الصربي بونياك وانفراده بصدارة الترتيب في مشهد خاب لمواسم طويلة جدا. لكن الأصفر فإنه في حال لا يحسد عليه، نعم القادسية في حال أبدا لا يحسد عليه، يفتقد خدمات أبرز لاعبيه بسبب الإصابة، نواف الخالدي، سيف العشان، بدر المطوع، أسماء لها ثقلها ولها قيمتها، أسماء مميزة، والقادسية يملك أرض خصبة لإبراز المواهب والنجوم. منجم مواهب القادسية، لكن على الصعيد المعنوي العربي قادم الفوزين متتاليين على الجهرة، انتصر أيضا في الجولة الماضية، كرة موجودة لكن تتخلص وتبعد. الأول تأهل على إثر نهائي بطولة كأس ولي العهد، والثاني في الجولة الماضية من الدوري واللي انفرد في صدارة الدوري الكويتي. كرة موجودة الآن، المشعان يلعب الكرة في وسط الملعب لفهد الأنصاري، الأنصاري ينقلها إلى سلطان، وصلت هذه من الجهة اليسرى للمعتوق، حاول فيها مقصيد، خلصها مقصيد، مار مقصيد ممتاز، مقصيد انطلق، مقصيد مر من الثاني، مقصيد ينقل من الجهة اليمنى للسليمي، عرضية عالية، خطير عند المنتزه بالراس، بالراس، لكنها وصلت سهلة عند واحد من أفضل الحراس أحمد الفضلي، يخرج في الوقت المناسب. المشعان هو من يتحصل على الخطأ، والكرة الثابتة ضربة حرة مباشرة لمصلحة القادسية، الملكي يبحث عن أول الأهداف، القادسية يبحث عن الظهور الأول، عن البصمة الأولى، عن الفرحة الأولى. هنا مقصيد لعبها إلى عبد العزيز السليمي، السليمي لعبها عرضية، المنتجي باستدعاء نبيل معلول له لتمثيل المنتخب الكويتي في المباراة القادمة. العرضية كانت ممتازة والرأسية كانت أيضا مميزة، لكن حارس المرمى تألق في اللقطة الماضية. هنا واضح محمد عبد الله الحكم الإماراتي اللي أيضا يدير هذه القمة وتسند لهذه المهمة، وشيء مفرح لنا كإماراتيين أن يتواجد حكمنا في هذه القمة وفي هذه المباراة. وعلى فكرة لأول مرة منذ سنوات طاقم تحكيم إماراتي كامل راح يكون متواجد في كأس آسيا بقيادة هذا الحكم. كرة
ثابتة الآن ملعوبة تسديدة لكنها مرت فيها ضربة مرمى في اللقطة الماضية، ضربة مرمى لمصلحة نادي الكويت أو نادي عفوا العربي. الكويت انتصر وجهز نفسه لمواجهة العربي. العميد تمكن من الانتصار وينتظر الآن مواجهة العربي في نهائي بطولة كأس ولي العهد اللي كما ذكرت راح تتابعونها عبر المنظمة الرياضية وبتغطية خاصة لهذه البطولة ولهذا النهائي المنتظر بين الفريقين بين الزعيم والعميد. الكرة موجودة الآن فيها تدخل لكن طالت ومرت إلى رمية التماس لوقت تيمور والتعادل السلبي مستمر في هذه المباراة وفي هذا اللقاء حتى هذه اللحظة. لكن المباراة لن تستمر بهذه الكيفية، لن تستمر بنتيجة التعادل. الأهداف راح تحضر. اسمع اسمع هتافات الجماهير واستمتع. أوه يا الأخضر يا موج البحر. شيلات موجودة من قبل جماهير القادسية ومن قبل جماهير العربي. أجواء جميلة جدا في المدرجات، شكل الملعب وشكل المدرجات أيضا جميل بهذا الحضور، يتزين بحضور جماهير الفريقين. الكرة موجودة الآن، الأمة العربوية والأمة القدساوية. محمد الشراق في وسط الملعب، محاولة طويلة تتخلص هذه وتبعد، عادت لصالح الشيخ، نقلها ممتازة إلى لعنزي، لعنزي حاول الشيخ خطفه، مر وتقدم يبحث عن زميل يجد الآن فهد الأنصاري، الأنصاري مع أيضا ضاري، ضاري يتقدم ضاري، لكن الكثرة تغلب الشجاعة يا ضاري، الكرة أبعدت من أمامه، عادت المحاولة مرة أخرى لوسط الملعب الآن إلى تراغي يلعب الكرة إلى خرف، الكرة تتخلص أيضا وتبعد في اللقطة الماضية من قبل دفاعات نادي القادسية، وصلت إلى مقصيد، مقصيد ينقلها إلى هايل يحاول فيها، وصلت إلى فراس، إلى هايل مر، تقدم من الجهة اليسرى، المحاولة مستمرة عرضية، لكن الكرة أبعدت، مرت فيها ركلة ركنية، ركلة ركنية عرباوية، ركلة ركنية للعربي. نشاهد ونتابع النتيجة مستمرة بالتعادل والكرة العرضية وصلت سهلة بعد ذلك عند حارس المرمى. كرة ملعوبة الآن، ثانيا عرق في اللقطة الماضية، حكم المباراة كان قريبا هنا دانيال اللاعب السويسري اللي يتواجد مع نادي القادسية دانيال سوبوتيتش صاحب 25 سنة، لاعب نادي بورتسموث في عامين لكن لم يلعب في ولا مباراة في لا في الشامبيونشيب ولا حتى أيضا في البريمير ليج. كرة موجودة الآن، وصلت إلى الأنصاري، تقدم بها الأنصاري، ينقلها إلى المشعال، لكن الكرة تتخلص أبعدها المدافع. عادت المحاولة في الجهة اليسرى لمصلحة نادي العربي، الفريق الذي يبحث في الدقائق القادمة بأن يسجل أول أهدافه. كرة وصلت الآن في الجهة اليسرى إلى محمد فريح، محمد فريح ينقلها إلى مقصيد، مقصيد في وسط الملعب إلى خرف، خرف طويلة أمامية أبعدها المدافع خلصها، عامر المعتوق أيضا ينظف منطقته يلعبها طويلة، الكرة تعود إلى تراغ، تراغ في وسط الملعب ممتاز. تراغ كابتن والقائد ومن يحمل شارة القيادة ومن يقدم الأداء المميز في هذه المباراة. كرة تصل إلى مقصيد، مقصيد يبحث عن زميل، مقصيد يجد الآن الزميل إلى خرف، وصلت هذه إلى فراس، فراس ينقلها، المحاولة مستمرة إلى فريح، لكن الكرة أبعدت أيضا من أمامه، السليمي يحاول لكن الكرة طالت ومرت إلى رمية التماس. طبعا المدرب المميز أنطونيو بوتشي صاحب 42 سنة، المدرب الإسباني يواجه المدرب بونياك الصربي.
انتهى صربية إسبانية على مستوى الجهاز الفني. 42 سنة لبوتشي لاعب نادي إلتشي سابقا وتعلق مع نادي فالنسيا أيضا ولعب لغرنادا وتواجد مع المنتخب الإسباني مع لافوريا روخا تحت 20 سنة فقط لم يلعب مع المنتخب الأول لكن كمدرب. على فكرة هذا المدرب يجد نفسه الآن مدربا وليس مساعدا لأول مرة في مشواره في عالم التدريب. هنا الجماهير القدساوية أجواء باردة درجة الحرارة الآن تصل إلى 10 في بعض الأحيان وأقل من 10 أيضا في أحيان كثيرة. في الكويت أجواء جميلة جدا لكن الأجواء داخل أرضية الملعب حارة. الطقس داخل أرضية الملعب حار. كرة موجودة الآن كناية عن أداء وعن قيمة هذه المواجهة وعن قيمة هذا الديربي. كرة موجودة الآن في الجهة اليسرى نقلة إلى عامر المعتوق ينقلها عرضية إلى دانيال لكن الكرة تتخلص أيضا من أمامه. عادة المحاولة إلى المميز سعيد القحطاني القحطاني السلطان أو العنزي عفوا سلطان العنزي لاعب خط الوسط وربما واحد من الأسماء الجميلة اللي يقدمها نادي القادسية. وعندما تتحدث عن بطولات القادسية لابد بأن تتحدث عن عراب القدساوية محمد إبراهيم 24 أكثر من 24 بطولة حققها مع هذا الفريق. وكرة ملعوبة الآن طالت ومرت إلى ضربة مرمى هذا هو عبد العزيز البشعان أحد اللاعبين المميزين. بالنسبة لنادي القادسية ضربة مرمى ملعوبة الآن طويلة بالراس تتخلص من خالد إبراهيم. عادت المحاولة مرة أخرى للجهة اليمنى لكن طارت أيضا من أمام هايل فيها رمية تماس هذا عبد العزيز السليمي رمية تماس كما ذكرت القادسي يفتقد لنواف سيف الحشار بدل المطوع. الكرة موجودة الآن إلى دانيال دانيال حاول فيها لكن الكرة مرت إلى رمية تماس. هذا هو دانيال 25 عام لاعب سويسري يقدم إضافة ويقدم أداء مميز. بالمناسبة القادسية تنتظر أيضا مباريات صعبة في الأيام القادمة بالتحديد بعد كأس آسيا لأنها أمام مهمة مش سهلة أبدا وهي التأهل إلى دوري أبطال آسيا. الكرة موجودة الآن لكن مرت إلى ركلة ركنية أبعدها المدافع أحمد إبراهيم. ركلة ركنية لمصلحة القادسية والقدساوية الآن يبحثون عن أول الأهداف. نشاهد ونتابع القلعة الصفراء ركلة ركنية الآن لمصلحة نادي القادسية. نشاهد ونتابع هنا صالح الشيخ الكابتن والقائد صالح الشيخ اللي يبحث الآن عن تسجيل هدف الأول عرضية لكن الكرة تتخلص أيضا وبعدت. تركيز عالي جدا من لاعبين الفريقين لذلك النتيجة مستمرة بتعادل سلبي ونحن نقترب من أول النصف ساعة في شوط المباراة الأول. الكرة موجودة الآن بشعان مار تقدم الكرة طالت من أمامه فيها رمية تماس رمية تماس. نعم القادسية توج ببطولة الدوري 16
11 مرة. والعربي توج ببطولة الدوري. السنوات الماضية توج أيضا العربي ببطولة الدوري 16 مرة. كرة ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة تتخلص مرة إلى ضربة مرمى. بداية من 1962 أول بطولة للنادي العربي، وآخر مرة توج بطولة الدوري كان في سنة 2001-2002، يعني قبل تقريبا 12 سنة. آخر مرة توج نادي العربي ببطولة الدوري. سنوات غاب هذا الفريق عن منصات التتويج، آخر تتويج له بطولة السوبر 2008. هذا آخر تتويج لنادي العربي، يعني آخر تتويج له قبل تقريبا 6 سنوات، فترة ليست بالقصيرة. ونحن نعرف جيدا قيمة هذا الفريق وقيمة نادي العربي وجمهور العربي. الكرة موجودة الآن، لكن كما يقال قمة المجد ليست في عدم الإخفاق أو الفشل، بل في القيام بعد كل عثرة. الآن مر في عثرات في سنوات ماضية، يتمنى بأن يكون هذا العام هو موسم حصاد، موسم القيام من العثرات. والكرة موجودة الآن إلى ظهري، ظهري مر، ظهري تقدم، عرضية ممتازة، لكن الكرة أيضا تبعد، تعود إلى الأنصاري، الأنصاري حاول بها، الأنصاري يتلاعب، لكن الكرة أيضا تبعد، تتخلص من أمامه، وصلت هذه أمامية إلى فراس، فراس اللي يعرف جيدا قيمة القادسية، تألق مع القادسية، أبدع مع القادسية، الآن يبدع مع العربي ويقدم مستوى كبير في الفترة الماضية. هو وتراغ وبقية الأسماء اللي يتمنون بأن يعيدوا العربي إلى الواجهة من جديد، إلى الظهور من جديد، إلى تمثيل الكرة الكويتية في المحافل الخارجية من جديد. سنوات صعبة. في الفترة الماضية الكرة موجودة الآن إلى المشعان، المشعان مر وتقدم، المشعان مع صالح الشيخ، المشعان يمر، المشعان لكن تأخر بها، تأخر بها المشعان، وصلت إلى مقصيد، مقصيد في وسط الملعب، ينقل إلى خلف، المحاولة مستمرة، وصلت هذه إلى هايل، هايل يبحث عن لاعب، هايل ينقل الكرة إلى فراس، فراس إلى مقصيد، مقصيد يلعبها إلى هايل، هايل يحاول فيها، الكرة تبعد من أمامه، وصلت هذه المحاولة إلى فريح، فريح يتقدم الجهة اليمنى، فريح مع السليمي يلعب له كرة إلى عبد العزيز، عبد العزيز ينقل إلى فريح في وسط الملعب، الآن وصلت إلى تراغ، تراغ ممتازة إلى فراس، لكن الكرة أيضا أبعدت من أمامه، عامر المعتوق يخلصها ويبعدها إلى رمية التمس. نصف ساعة مشاهدين ومتابعين عبر أبو ظبي الرياضية في كل مكان، والتعادل السلبي مستمر في هذه المباراة. النتيجة تستمر في هذا اللقاء حتى هذه اللحظة بدون أهداف. كرة ملعوبة طويلة، لكن أيضا مرت إلى ضربة مرمى. 16 بطولة للقادسية، بطولة الدوري آخرها بالنسبة لنادي القادسية موسم 2013-2014. كرة ملعوبة الآن، عامر المعتوق، مشعان ينقل، لكن هناك تدخل وخطأ، آخرها الموسم الماضي بالنسبة للقدساوية. فريق توج بطولة كأس الأمير 15 مرة، بطولة كأس ولي العهد 8 مرات، العديد من البطولات، خرافي أيضا بطولة الخرافي 2 مرات، بطولة كأس
الاتحاد الآسيوي مرة وحيدة في 2014 في هذا العام عندما انتصر على نادي أربيل في مباراة النهائية، اللقاء اللي يقيم في ملعب نادي الشباب في دبي. كرة وتسديدة وصلت سهلة عند حارس المرمى حميد القطة. لاحظ التسديدة من صالح الشيخ، لكن الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى. بعد ذلك حميد القطاف، صالح الشيخ أحد الأسماء المميزة، واحد أيضا من اللاعبين المتألقين صالح الشيخ، ليبحث عن الإبداع في المباريات القادمة وعن الظهور الكبير مع المنتخب أيضا الكويتي. صالح الشيخ مواليد 82، كرة موجودة الآن أمامية في الجهة اليسرى، وصلت هذه إلى هايل، هايل سريع الأردني اللي يبحث عن التألق في هذه المباراة، لكن الكرة تتخلص من أمامه وبتمر إلى رمية التماس. ونضال السعيد، ماري السعيد ليبحث بأن يسعد جماهير القادسية في هذه المباراة. كرة أمامية تتخلص وبتمر أيضا إلى رمية التماس. الأمور هدأت بعض الشيء والنتيجة ما فيها أهداف، هدف واحد راح يشعل اللقاء، لكن متى يحضر هذا الهدف؟ الأصفر تلقى خسارتين متتاليتين من الكويت، حرمته من التأهل للنهائي، والثانية أفقدت المشاركة في صدارة الدوري في الجولة الماضية أمام الأهلي. غيابات مؤثرة، كرة ملعوبة الآن عرضية تتخلص وتبعد. نعم الغيابات مؤثرة، بالرغم من أن القادسية يملك لاعبين دوليين متميزين، لكن غياب الحشان، غياب المطوع، البدأ الأصفر وبدأ الفريق الملكي عاجز عن إيجاد الحلول، خصوصا في مباراته الأخيرة اللي خسرها أمام الكويت في الدوري. كان العميد أفضل في تلك المباراة وأضاع العديد من الفرص، لا سيما في الشوط الأول، لكن العرباوية يقدمون مستويات متصاعدة. كرة موجودة الآن، وصلت هذه ممتازة إلى صالح، صالح يحاول بالخبرة الآن ينقلها في الجهة اليمنى إلى الأنصاري، الأنصاري والسترين، لكن الكثرة تغلب الشجاعة، الكثرة تغلب الشجاعة، يد الواحدة فقط تلوع، يد الواحدة ما تصفق يا صالح أو يا الأنصاري. الكرة تعود في وسط الملعب إلى صالح، ينقلها إلى عامر المعتوق، معتوق في الجهة اليسرى، المحاولة بتعود في وسط الملعب إلى نعلزي، سلطان، سلطان ينقلها إلى الأنصاري، الأنصاري حاول فيها يبحث عن زميل، أحد اللاعبين سقط على أرضية الملعب، طاري السعيد بكل روح رياضية يبعدها الكرة فيها رمية التماس، بالسلامة إن شاء الله يا ترى. بالسلامة إن شاء الله يا ترى أمام الكويت. ترى خرج مصابا في تلك المباراة. بالسلامة إن شاء الله للاعب محمد تراغ اللي سقط على أرضية الملعب، يعاني من إصابة، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا بدر المطور، هذا هو لسان حال القدساوية، متى يعود بدر؟ لكن كثرة الإصابات لا تعني بأن جمهور القادسية ما راح يحضر، لا، لو يلعب وين؟ لو يلعب في المريخ راح تجد جماهير القادسية تحضر، وأعلام القادسية ترفرف، والقدساوية سعداء، والعرباوية أيضا أكثر سعادة بحال فريقهم وبعودة فريقهم إلى المسار الصحيح. 12 سنة غابوا عن بطولة الدوري، 6 سنوات غابوا عن التتويجات، وهم من
تعودوا على البطولات. الفريقين تشعر بأنهم ولدوا في منصات التتويج العربي والقادسية. غياب مثل هذه الفرق عن منصات التتويج أمر محزن وأمر يزعج جماهير الفريقين ويزعج الجماهير الكرة الكويتية بل جماهير الخليجية بل جماهير العربية. أن الفريقين يملكون شعبية جارفة في الكويت وفي المنطقة العربية. الكرة ملعوبة الآن في وسط الملعب. محاولة مستمرة لمصلحة الأنصاري. يلعبها إلى صالح. صالح ينقلها إلى المشعان. المشعان يحاول فيها. المشعان مر. المشعان تقدم. المشعان ينقل إلى الأنصاري أو صالح. صالح يبحث عن زميل. صالح بالمهارة يحضر على كرته. ينقلها الآن إلى العنزي. وصلت إلى الأنصاري. تسديدة مرت فيها ركلة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة نادي القادسية. نشاهد ونتابع ركلة ركنية قد ساوية. والقادسية الآن يبحث عن هدف أول. والكل يناظر دانييل. الكل يناظر دانييل. والأعين كلها على دانييل طويل القامة. هو من يسجل دائما للقادسية في الفترة الماضية. كرة تتخلص الآن وتبعد. عادت المحاولة في وسط الملعب الآن بتعود إلى ضاري. ينقلها الآن أمامية لمصلحة نادي القادسية. لكن هنالك راية وتسلل في النقل. لكن العربوية الآن يبدأون صفحة جديدة في هذا الموسم ويتمنوا بأن يكون موسم حصاد وموسم عودة العربي إلى المسار الصحيح وعودة هذا الفريق إلى وضعه الصحيح. وكما يقال لا تقف كثيرا عند أخطاء ماضيك أن تحيل حاضرك إلى جحيم مستقبلك إلى حطام. فقط خذ منها وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الصواب. الكرة فيها تدخل والأنصاري هو من يعرقل في اللقطة الماضية. وأحمد هايل وحديث ما بينه وبين الحكم محمد عبد الله في اللقطة الماضية. وربما هنالك بطاقة صفراء. نعم بطاقة صفراء في وجه العرباوي الأردني ابن النشامة أحمد هايل اللي يتمنى بأن يكون هايل اليوم. 31 سنة لأحمد هايل لاعب الفجيرة في الإمارات ولاعب للجزيرة هنالك في الأردن وللرمثة وللفيصلي. تألق مع العربي مع المنتخب الأردني أيضا قدم أداء مميز. كرة موجودة الآن لكن تتخلص تعود مرة أخرى بالجهة اليسرى. طالت تمرر بها رمية تماس وعبد العزيز المشعان واضح أمامك على الشاشة اللي خاض تجارب احترافية. بالمناسبة عبد العزيز المشعان في العديد من الأندية تواجد مع نادي موسكرون البلجيكي وتألق أيضا مع نادي موسكرون هنالك في بلجيكا في 2005-2006 في 20 مباراة سجل 8 أهداف أو في عفوا 15 مباراة سجل 3 أهداف. بعدها أيضا عاد إلى القادسية لعب 5 مواسم مع القادسية ذهب إعارة أو نعم انتقل إلى نادي بيربام أحد الأندية التشيكية ولعب معهم 31 مباراة سجل هدفين. بعدها عاد إلى القادسية. كرة موجودة الآن. 26 سنة للمشعان أحد المواهب الجميلة اللي تقدمها الكويت
الكرة في وسط الملعب، محاولة مستمرة، وصلت هذه الجهة اليسرى لتراغ، يتقدم بها تراغ، يبحث عن زميل، يلعبها إلى مقصيد، مقصيد في وسط الملعب، يعيدها إلى تراغ مرة أخرى، نقلات موجودة، المحاولة مستمرة، النتيجة السلبية حتى هذه اللحظة، خلف يعيدها بالخلف إلى أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم يلعبها أمامية، لكن كنترول من فراس لم يكن بالشكل المطلوب، فراس كبر في السن، هاي الكبر في السن، أصبح أحمد هايل عنده 31 سنة، فراس الخطيب أيضا عنده 31 سنة، والكرة موجودة الآن إلى العامر، عرضية خطيرة، لكن حارس المرمى أحمد القلاب يخرج في الوقت المناسب، صاحب 27 سنة، حارس مرمى السلمية واللي تألق مع اليرموك والآن مع العربي يلعب مباراة رقم 25. لم يمثل منتخب الكويتي كثيرا، فقط في 3 مباريات، وعندما نذكر الحراس مع نادي العربي لابد من ان نتحدث عن سمير سعيد اللي توفي ايضا قبل عامين. الكره موجوده لكن طالت ومرت الى ركله ركنيه، ركله ركنيه لمصلحه نادي القادسيه، والقدساويه الان يحبسون لاعبيهم في الدقائق الاخيره، والعربويه يتمنون انها تمر بسلام، والكره ملعوبه خطيره، لكن هنالك صابره على وجود خطا في الكره وفي اللقطه. محمد عبد الله الحكم اللي راح يكون باذن الواحد الاحد ضمن الطاقم، كما ذكرت لاول مره طاقم كامل يتواجد، وراح يمثل التحكيم الاماراتي في كاس اسيا بقياده محمد عبد الله، وحضور ايضا حسن الماري، وايضا وجود عمار الجريبي، بالتوفيق لهم ان شاء الله في تشريف التحكيم الاماراتي في المحافل الخارجيه. هذا دليل على ان حكامنا وتحكيمنا بخير ولله الحمد والمنه. سبق وان قدمنا للعالم علي بوتسيم وظهوره في كاس العالم 2002، وبعد ذلك ايضا ظهوره في البطولات الافريقيه وفي المحافل الكبيره ايضا في 2004. علي حمد ايضا كان ربما قريب من الظهور في كاس العالم الاخيره في البرازيل لولا الاصابه، وان شاء الله املنا كبير في 2018 بان نشاهد حكام من الامارات ومن دول الخليج ومن المنطقه العربيه يتواجدون في المحافل الكبيره وفي اكبر محفل رياضي وهي بطوله كاس العالم. الكره تتخلص وبتمر الى رميه التماس، هذه اللقطه نتركها للكباتن فلسطين التحليلي، رغم المطالبه بركله جزاء في اللقطه الماضيه. الكره موجوده الان، محاوله للانصاري لكن الكره تتخلص، عادت في وسط الملعب، خلف يلعبها لكن هنالك تدخل وخطا يحتسب الان لمصلحه العربي، خطا يحتسب لمصلحه العربي، وسلطان لا نزيه ومن يرتكب الخطا في اللقطه الماضيه. تدخل كان حاضر على المدافع عيسى وليد، واللاعب علي مقصيد هو على تنفيذ الكره الثابته، علي مقصيد ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة نادي العربي، ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، خروج من حارس المرمى، المحاولة مستمرة لكن الكرة تبعد، تعود مرة أخرى في الجهة اليسرى لمصلحة العربي، أيضا تصطد وبتمر إلى رمية التماس، رمية التماس، نلعب في الثواني الأخيرة مشاهدينا متابعينا عبر أبو ظبي الرياضية، والتعادل السلبي مستمر في هذه المباراة وفي هذا اللقاء بدون اهداف في ديربي القمه بين القادسيه والعربي، بين العربي والقادسيه، النتيجه السلبيه
متى تحضر الأهداف، ربما تحضر في الثواني الأخيرة. كرة موجودة الآن وصلت إلى المشعان لكن تتخلص أيضا من أمامه. عادت المحاولة مرة أخرى إلى فريح، ممتازة من فريح، لعيب فريح يعيدها في الخلف إلى أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم يمر تمشي معاه، وصلت إلى مكسيد. مكسيد هذه خطيرة، هذه خطيرة، لعبها ممتازة إلى خلف، خلف بالجهة اليمنى، المحاولة مستمرة. الكرة ربما تحضر الآن العرضية من خلف، هي بالفعل عرضية عالية خطيرة بالراس، وصلت ومرت من فراس، فيها ضربة مرمى عرضية كانت ممتازة لكن فراس لم يستثمرها. فراس الخطيب السوري اللي تألق مع القادسية، أبدع مع العربي، يتمنى بأن يعيد العربي إلى الواجهة، بأن يسجل مع العربي بطولة وإنجاز جديد يضاف إلى خزائن العربي المليئة بالبطولات كما فعل الكثير مع القادسية في سنوات جميلة وحقق معهم العديد من البطولات، يتمنى الآن بأن يفعلها في هذا الموسم. كرة موجودة في الجهة اليسرى إلى هايل، هايل سدد هايل، لكن كرته لم تكن هايلة، وصلت سهلة عند حارس المرمى، فيها بداية هجمة لمصلحة نادي القادسية. السلام إن شاء الله. لأحد لاعبي نادي العربي سقط على أرضية الملعب، ربما يكون خلف، خلف أحمد، لا إلا فريح، محمد فريح، محمد فريح هو اللي ساقط على أرضية الملعب، يعاني من إصابة. هنا أيضا كرة اللاعب فراس الخطيب، والضربة الرأسية اللي مرت ولم تكن محكمة ولم تشكل خطورة كبيرة على مرمى القادسية. التعادل السلبي، النتيجة البيضاء حتى هذه اللحظة، صابرة نهاية شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر أبوظبي الرياضية، يطلق الحكم محمد عبد الله معلنا عن نهاية شوط أول سلبي بدون أهداف. انتظرنا الأهداف في أول 45 دقيقة لم تحضر، أملنا كبير بأن نشاهد متعة كرة القدم والأهداف في 45 دقيقة القادمة، لكن قبل ذلك استراحة قصيرة وبعد ذلك لنا لقاء مع بداية شوط المباراة الثاني. إلى ذلك الحين تقبلوا مني أجمل ورقة تحية محمد الشامسي. أما الآن الكلمة تعود للزميل العزيز أسامة الأميري. أسامة تفضل. إرث عظيم لوطن شامخ. التحليلي. سيداتي أنساتي سادتي على المحبة، نلتقي مرة أخرى مع بداية شوط المباراة الثاني. شوط المباراة الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، شوط المباراة الثاني الآن ينطلق، نفس الأسماء نفس اللاعبين اللي تركوا شوط المباراة الأول يبدؤون شوط المباراة الثاني. لا تبديلات لا تغييرات بالنسبة لبونياك وبالنسبة أيضا للمدرب بوتشي، لا تغييرات على مستوى الفريقين في هذه المباراة. القادسية يبدأ في شوط المباراة الثاني بأحمد الفضلي في حراسة المرمى، رباعي الخط الخلفي عامر المعتوق، عبد الرحمن العنزي، خالد إبراهيم، فارس عيد، وسط الملعب طلال عامر، محمد الأنصاري فهد الأنصاري عفوا، وصالح الشيخ، وسلطان العنزي، وفي المقدمة دانييل والمشعان. هذه تشكيلة القادسية في شوط المباراة الثاني مع بدايته. العربي حميد القلاف في حراسة المرمى، عيسى وليد، أحمد إبراهيم، أحمد الصالح، محمد فريح، وسط الملعب محمد الشراغ، خلف أحمد، عبد العزيز السليمي، علي أحمد، فراس الخطيب، وأحمد هايل. هذه تشكيلة نادي العربي في شوط المباراة الثاني. نتمنى بأن نشاهد شوطاً فيه متعة، فيه أهداف، أتمنى بأن تحضر الأهداف في الدقائق القادمة. كرة وصلت الآن في وسط الملعب، المحاولة إلى دانييل، دانييل طاقم تحكيم بالمناسبة إماراتي في هذه المباراة، محمد عبد الله حكم ساحة، محمد أحمد مساعد أول،
وحسن المهدي مساعد ثاني بالتوفيق ان شاء الله للطاقم التحكيمي في هذا اللقاء. صالح الشيخ الكره مشت معاه يحاول فيها يتقدم لكن الكره تتخلص ايضا وتبعد. عادت المحاوله مره اخرى في الجهه اليسرى لمصرعه سلطان العنزي ينقلها الى الانصاري، الانصاري الى دانيال، دانيال وسط اثنين مر وتقدم دانيال عرق الى دانيال تحت انظار حكم المباراه. الكره الثابته موجوده والضربه الحره المباشره حاضره الان. احمد ابراهيم، احمد ابراهيم هو من ارتكب الخطا في اللقطه الماضيه وحكم المباراه كان قريبا لذلك لم يتردد في احتساب الخطا وفي احتساب الكره الثابته والضربه الحره المباشره. احمد ابراهيم هو على التنفيذ او دانيال عفوا على تنفيذ الكره الثابته ضربه حره مباشره لمصلحه القادسيه. دانيال دانيال والمشعان والمتعهد في تنفيذ الكرات الثابته دائما دانيال وبالبخاخ الان يضبط حائط الصد حارس المرمى كره ثابته الان المشعان يتقدم المشعان يا سلام حلوه من المشعان واروع من حارس المرمى حميد القلاف خرج في الوقت المناسب وامسك بالكره الماضيه ملعوبه الان اماميه خالد ابراهيم بدون فلسفه يبعدها وصلت الى العنزي سلطان لكن الكره ابعدت من امامه طالت ومرت فيها رميه تماس في اللقطه الماضيه. نعم الاصفر والاخضر قطبي الكره الكويتيه لاحظ كره المشعان والتصدي الرائع التصدي الممتع من قبل حارس المرمى متع المشاهدين ومتع نفسه في اللقطه الماضيه تصدى لها بامتياز وحمى علي النادي القادس العربي عفوا من هدف اول في هذه المباراه وفي هذا اللقاء حتى هذه اللحظه. التعادل السلبي مستمر واخر مواجهه ما بين الفريقين انتهت ايضا بتعادل سلبي لكنها حسمت بركلات الحظ الترجيحية بين القادسية والعربي في نصف نهائي كأس الأمير في نعم في نصف نهائي كأس الأمير هذا آخر تعادل سلبي. ما بين الفريقين لكن آخر مواجهة ما بينهم في بطولة الدوري انتهت بهدف للقادسية بهدف سجل حمد أمان في مرمى العربي في الدقيقة 65 في مباراة الذهاب في الموسم الماضي أيضا انتهت 1-1 فهد الرشيدي سجل وصالح الشيخ هو من افتتح التسجيل لكن حتى هذه اللحظة في أجواء كما ذكرت جميلة جدا في المدرجات والعرضية موجودة بالرأس لكن تتخلص هذه وتبعد المحاولة مستمرة وصلت هذه إلى صالح ينقلها في وسط الملعب إلى ضاري عرضية عالية من ضاري حارس المرمى لكن هنالك خطأ يحتسب وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة حارس المرمى حميد القلاف. استاذ محمد الحمد حضور الجماهيري موجود درجة الحرارة كما ذكرت 19 درجة أجواء جميلة الجماهير مستمتعة حتى هذه اللحظة لكن نتمنى بأن نستمتع بالأهداف في هذه المباراة. العرباوية يقولون إن شاء الله تكون لنا الأهداف والقدساوية كذلك أيضا يقولون إن شاء الله تكون لنا الأهداف والنتيجة مستمرة ما بين حلم هذا وهدف ذاك. التعادل السلبي لا يزال مستمر مع بداية شوط المباراة الثاني في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. 6 دقائق منذ أن انطلق شوط المباراة الثاني والنتيجة بيضاء. عيسى وليد هنا أيضا ضاري سعيد
وهنا ايضا واحد من اسماء طلال العامر، جندي مجهول في وسط الملعب طلال العامر. كرة ملعوبة الان، محاولة لمقصيد، مقصيد يعيدها بالخلف، المحاولة مستمرة لكن ايضا الكرة ابعدت طالت ومرت الى رمية تماس، ابعدت الكرة من امام عيسى وليد الى رمية تماس. علي مقصيد يطلب من الجماهير بان تصفق ربما لعيسى على اللقطة الماضية، حاول بان يلحق بالكرة لكن طالت من امام الى رمية تماس المصلحة عند القادسية. هدف واحد لو يحضر راح تولع المباراة، لكن متى يحضر هذا الهدف؟ ننتظر هذا الهدف. كرة ملعوبة الان، مقصيد ينقلها امامية، ابعدت الكرة، وصلت بعد ذلك سالة عن حارس المرمى، الحارس احمد الفضلي. كما ذكرت هناك غيابات عديدة، غيابات مؤثرة موجودة بالنسبة للفريقين، لكن يبقى غياب الحشان. كرة موجودة الآن إلى مشعان، حاول فيها لكن الكرة تعود سالة عن حارس المرمى. نعم غياب الحشان عن الأصفر، غياب البدر، غياب بدران، بدر المطوع غير موجود في هذه المباراة، المطوع والحشان وحارس المرمى أيضا نواف الخالدي. الكرة موجودة الآن في الجهة اليسرى، محاولة مستمرة إلى هاي العرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة تتخلص وبتمر إلى رمية تماس. هذا هو ربما عريس هذه المباراة، نواف المطيري اللي قدم الكثير في سنوات ماضية. نواف المطيري هذه هي مباراة اعتزاله في هذا اللقاء، اختار هذا اللقاء لأنه يعرف قيمة مواجهة الفريقين. كرة موجودة الآن عرضية لكنها مرت فيها ضربة مرمى. بغض النظر عن الإصابات والغيابات هي مواجهة صعبة يعرفها جيدا هذا المدرب الصربي لأنها ديربي، لكن لا يمكننا أن نغفل عن فرق الحالة المعنوية والذهنية للاعبين الفريقين. الأصفر يتعرض لضغوط جماهيرية كبيرة بعد خسارتين متتاليتين ومطالب بالفوز أولا واستعادة الصدارة ثانيا. كرة موجودة الآن عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة مستمرة لمصلحة نادي العربي، عرضية لكنها مرت إلى ركلة ركنية. الأخضر جماهيره تطمح في الابتعاد بالصدارة خصوصا إذا كانت على حساب الغريم التقليدي. نشاهد ونتابع الآن ركلة ركنية، تراغ، تراغ هو على تنفيذ الركلة الركنية، تراغ لم يظهر، تراغ ربما يظهر من خلال هذه الكرة، عرضية موجودة، مقصيدي هي المحاولة مستمرة تسديدها لكنها مرت فيها ركلة ركنية. قد تثمر عن شيء، ربما ينسد من خلالها كرة تحط في شباك القدساوية الآن. الزعيم يبحث والقادسية يتمنى بأن تمر هذه الكرة بسلام. ركلة ركنية، مقصيد هو على التنفيذ، مقصيد لعبها عرضية خطيرة بالرأس، خطيرة هذه لكن الكرة تتخلص. عادت المحاولة مرة أخرى، دانييل لعبها الآن إلى المشعان، المشعان مريا عيني لعيب، المشعان انطلق، المشعان يحاول، المشعان تأخر فيها، المشعان لو نقلها لضاري لشكلت خطورة كبيرة، أو عامر المعتوق اللي كان منطلق من الجهة اليسرى في اللقطة الماضية. هجمة عكسية ما استثمروها لاعبي القادسية، مرت ووصلت بعد ذلك إلى رمية تماس، تعود إلى الأنصاري، فهد يحاول لكن الكرة طالت من أمامه، فيها ركلة ركنية للقادسية، ركلة ركنية بالسلامة إن شاء الله لمقصيد. ربما الصحافة الكويتية كانت غاضبة على المدرب فييرا، المدرب السابق للمنتخب الكويتي، لأنه لم يشرك مقصيد في المباراتين في بطولة كأس الخليج اللي خرج المنتخب الكويتي، هو الأكثر تتويجا بطولة كأس الخليج، خرج من الدور الأول ومن دور المجموعات بعد خسارة أمام المنتخب العماني بخمسة أهداف مقابل لا شيء. ركلة ركنية
إضاري سعيد هو على تنفيذ الركلة الركنية. إضاري يلعبها عرضية عالية خطيرة بالرأس، مرت الكرة الماضية فيها ضربة مرمى. خالد إبراهيم يا ما عملها مساعد ندى، هذا خليفة مساعد ندى. خالد إبراهيم لعبها بالرأس لكن كرة على العارضة فيها ضربة مرمى في اللقطة الماضية. نقترب مشاهدينا ومتابعينا من أول ربع ساعة في شوط المباراة الأول، والنتيجة أو الثاني عفوا، والنتيجة مستمرة السلبية. كرة موجودة الآن إلى هايل، هايل كنترول ممتاز، يلعب هذه إلى براس وانتو، لكن هنالك خطأ يحتسب، خطأ يحتسب في اللقطة الماضية. إجراء إجراء يطالب تحدث تجران مع عبد الرحمن العنزي. هذا هو اللاعب محمد تراب، وحديث ايضا مع ضاري سعيد حكم المباراة. لاحظون الكرة والتدخل اللي كان موجود، وحكم المباراة كان قريبا، والخطأ الان يحتسب، وتراب على التنفيذ. محمد تراب هو اللي راح ينفذ الكرة الثابتة الآن، ضربة حرة مباشرة. إجراغ ولا مقصيد؟ إجراغ لعبها عرضية خطيرة، حارس المرمى خرج في الوقت المناسب. حارس المرمى أحمد الفضلي يتصدى، ويبقي النتيجة الآن مستمرة بالتعادل السلبي. المشعار سقط على أرضية الملعب، الكرة بتصل الآن إلى مقصيد، مقصيد يلعبها إلى إجراغ، وإجراغ راح يبعدها بكل تأكيد. روح رياضية عالية، لوك ربما غريب من عبد العزيز المشعان، اللاعب اللي يقدم أداء مميز ويقدم أيضا أداء ولا أروع في الفترة الماضية، وسجل هاتريك في مرمى التضامن، والآن يبحث عن الظهور في هذه المباراة. سبق له أن احترف في التشيك واحترف في بلجيكا، والآن يبحث بأن يكون له حضور في هذا اللقاء. 16 بطولة للقادسية في بطولة الدوري، و16 بطولة للعرباوية. مقصيد في الجهة اليسرى، مقصيد عرضية لكن الكرة تتخلص، وصلت إلى ضاري، ضاري في الجهة اليمنى لكن الكرة أيضا بالطول وبتمر إلى رمية تماس. الأسبوع ال 12 من دوري فيفا الكويتي، الكويت واليرموك قبل هذه المباراة انتهت بالانتصار المنتخب أو لنادي الكويت عفوا بثلاثية. كرة موجودة الآن، وصلت هذه ممتازة إلى فراس، فراس يبحث عن نفسه، فراس يتمنى بأن يذكرنا بأيام فراس وما كان يقدم فراس مع القادسية وتألقه مع العربي في 196 مباراة وتسجيله ل 134 هدف في 6 مواسم، ولا أروع كانت لفراس الخطيب. بعدها أعير للأهلي القطري وذهب لأم إصرار ولعب للقادسية في 23 مباراة، عاد للقادسية وسجل 4 أهداف في 8 مباريات، وبعدها أيضا ذهب إلى 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 نادي شانغهاي في 41 مباراة سجل 12 هدف، والآن مع العربي في 10 مباريات. هذه المباراة رقم 11 سجل 11 هدف، يبحث عن هدف رقم 12 في المباريات او في هذه المباراة. تراب هو على تنفيذ الكرة الثابتة والركلة الركنية، ركلة ركنية ملعوبة عرضية عالية تتخلص سعودي لتراب مرة أخرى، هذه أخطر، هذه أخطر. تراب مر وتقدم، لعبها العرضية ممتازة من تراب لكن المتابعة غير موجودة، التمركز لم يكن بالشكل الصحيح، لذلك الكرة مرت فيها ركلة ركنية. والجمهور القدساوي يشجع، جماهير الملكي عشاق القلعة. رمية تماس ملعوبة عرضية تحت منطقة الجزاء،
الكرة تبعد أيضا تعود مرة أخرى. المحاولة مستمرة لمصنع نادي العربي فيها إبعاد في اللقطة الماضية، وصلت هذه إلى دانييل فيها رمية تماس للعربي وخطأ ربما يحتسب. لا رمية تماس للعربي، رمية تماس عيسى وليد هو على تنفيذ رمية تماس، يلعبها الآن أمامية. ربع ساعة تنقضي مع بداية شوط المباراة الثاني، ساعة منذ أن انطلقت هذه المباراة والنتيجة لا تزال بيضاء، النتيجة لا تزال سلبية. آخر من سجل في لقاءات الفريقين ما بين القادسية والعربي يا دانيال في بطولة الدوري الكويتي كان حمد أمان، هو آخر من سجل في الموسم الماضي في الدقيقة 65. لاحظ دانيال وأحمد إبراهيم وعندهم أيضا المحترف السوري أحمد الصالح. السلام إن شاء الله لعبد العزيز المشعر، السلام إن شاء الله. والله القادسية ما يزداد، القادسية ما يزداد أبدا إصابات. الكرة موجودة الآن للأنصاري، الأنصاري نقلها، متابعة غير موجودة، متابعة غير موجودة في اللقطة الماضية، مرت من أمام الكل فيها ضربة مرمى. هذا هو فهد الأنصاري، ربما استعجل فيها الأنصاري لذلك الكرة مرت إلى ضربة المرمى. المدافع السوري أحمد الصالح أيضا يحفز لاعبيه، محترفين العربي أحمد الصالح لاعب سوري صاحب 24 سنة، لاعب نادي الشرطة سابقا الفريق السوري وفراس الخطيب وأحمد هايل، وعندهم أيضا اللاعب السوري الآخر محمود المواس. هذا هو رباعي المحترف، كلهم عرب سوريين، ثلاثة واحد أردني. محترفي القادسية أو العربي عفوا، لكن محترفي القادسية عند المحترف عبد الله اللي نتمنى له الشفاء، أصيب بإيبولا الله يبعده عنا وعنكم، إن شاء الله يعود مشافى معافى. ودانيال سوموتيت وألفارو سيلفا المدافع الفلبيني لأحد من أصول إسبانية بالنسبة لنادي القادسية. ركلة ركنية الآن، ركلة ركنية نشاهد ونتابع، ركلة ركنية لضاري سعيد، ضاري لعبها عرضية خطيرة هذه، لكن الكرة تتخلص أيضا وتبعد، مقصيد يحاول تسديدة طايشة مرت فيها ضربة مرمى من صالح الشيخ، هو اللي لعب الكرة الماضية لكن الكرة تمرت إلى ضربة المرمى. هنا واضح مدرب نادي العربي المدرب الصربي بونياك صاحب 60 سنة، بونياك اللي كان لاعب مع نادي بوراك هنالك في الدوري الصربي وبعد ذلك درب العديد من الأندية، درب العروبة، درب النصر، درب الشعب في الدوري الإماراتي، والآن يقود نادي العربي من 2014 وهو مدربا لنادي العربي. لكن ولا إنجاز على فكرة، هذا المدرب ما عنده ولا إنجاز بونياك، وأمام بطولة لا 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 القادسية والله ما يزداد، والمصائب لا تأتي فرادى. بالسلامة إن شاء الله يا المشعر، بالسلامة إن شاء الله.
فنان ما شاء الله عليه عبد العزيز المشعان، على طول ذهب الى 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 دكه البدلاء بالسلام ان شاء الله. السلام ان شاء الله. كان عين وصلنا تعلمي ضربة القدساوية، والقدساوية غير سعداء أبدا بما يحل بهم في هذه الأيام، لكن المقولة اللي دائما تقال على الفرق الكبيرة، والقادسية واحد من هذه الفرق الكبيرة. نعم القادسية بمن حضر، الملكي بمن حضر، والقادسية الآن يحضر في هذه المباراة بالرغم من الغيابات وبالرغم من الإصابات. والكرة موجودة الآن، عرضية خطيرة مرت فيها ضربة مرمى، لكن يقدم أداء مميز. إصابة نواف الخالدي، إصابة الحشان، إصابة أيضا البدر المطوع، الآن عبد العزيز المشعان، أربعة لاعبين لحالهم فريق، غيابهم يؤثر بشكل كبير ليس فقط على نادي القادسية بل حتى على المنتخب الكويتي. الموسوي الآن يستعد للدخول إلى أرضية الملعب في الدقائق القادمة. تبديل قادم، هنا الظفيري أحمد هو اللي دخل إلى أرضية الملعب بالنسبة لنادي القادسية. أحمد الظفيري بديلا لعبد العزيز المشعان، ورمية تماس، عامر المعتوق يلعبها في وسط الملعب، محاولة مستمرة وصلت إلى صالح، صالح يحاول إلى الأنصاري، الأنصاري يا سلام يا الأنصاري، مبدع الأنصاري على طريقة الكبار، حب إنه يعملها لكن الكرة مرت فيها ضربة مرمى، هو حاول إنه يركنها ركن يفاجئ فيها الكل، لكن كرة مرت بجوار القائم الأيسر فيها ضربة مرمى لمصلحة نادي العربي. حارس المرمى حميد القلاف كان موجود ويتابع اللقطة الماضية، وحسين الموسوي يستعد للدخول إلى أرضية الملعب. تبديل قادم لنادي العربي، ومحمد عبد الله حكم هذه المباراة يعلن عن وجود خطأ. كرة تلعب الآن بشكل سريع، وصلت إلى فراس، فراس فراس يبحث عن زميل، فراس يبحث عن أي كرة بالرأس، لكن الكرة تتخلص، وصلت هذه إلى لاعب عيسى، عيسى في وسط الملعب إلى القلاف، لكن أو خلف أحمد عفوا، خلف أحمد في الجهة اليمنى، ينقلها لفريح يحاول فيها، والسليمي، السليمي لم يظهر في هذه المباراة وساقط على أرضية الملعب، يعاني من إصابة. الكرة موجودة الآن أمامية إلى الظفيري، لكن الكرة تتخلص أيضا وبتمر إلى رمية تماس. رمية تماس، هذا هو اللاعب أحمد الظفيري، ملعوبة الآن طويلة دانييل، لكن فيها راية وتسلل على دانييل سوبوتيتش. دانييل اللي يبحث الآن، كل الآمال معلقة على دانييل. لحظة انطلاق الكرة، نعم دانييل كان في موقف تسلل في اللقطة الماضية، لذلك المساعد احتسب كرة ثابتة، ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي العربي. والتبديل الآن لنادي العربي، أعتقد ربما هايل، ربما يكون هايل هو اللي راح يترك أرضية الملعب، لا السليمي اللي كنا نتحدث عنه، وبونياك يدفع بالقوة الضاربة الآن، بونياك الصربي يسحب السليمي ويدفع بالموسوي، يسحب لاعب خط وسط مهاجم ويدفع بلاعب نزعة الهجومية أكثر من السليمي. كرة موجودة الآن طويلة في الجهة اليسرى، محاولة مستمرة لمصعد القادسية، لكن طالت ومرت إلى رمية تماس. حتى هذه اللحظة النتيجة بدون أهداف، وأستاذ محمد الحمد هنا في هذا الملعب، الكل ينتظر بأن تهتز الشباك إما لنادي القادسية أو للعربي. كرة بتصل
الى صالح او الانصاري ينقلها الان الى دانيال، لكن الكره بتعود سهله عن حارس المرمى من عيسى الى حميد القراب، يخرج في الوقت المناسب ويمسك بالكره الماضيه. العربي يبحث الان بان يكون له حضور كبير في الدقائق القادمه. واحد من اشهر الانديه الكويتيه وواحد من اشهر الانديه الخليجيه والوطن العربي واسيا، هذا الفريق الذي تاسس في 1960 واشهر في 1962. كره موجوده الان وصلت الى دانيال، دانيال ينقلها في الجهه اليسرى الى صالح، صالح الشيخ يلعبها في الجهه اليسرى الى عائله طلال عامر، لكن يا سلام يا حميد القلاب. نبيل معلول يتابع اكيد، مدرب المنتخب الكويتي، والقلاب ما شاء الله عليه. اوه البدر ربما يدخل، وبعض التقارير وبعض الاخبار تقول بان بدر المطوع مشاركته فيها مجازفه كبيره جدا، لكن ربما راح يدفع بالمدرب ان تجازف من اجل الانتصار على العربي، هذا شيء كبير وشيء يحسب ربما للمدرب، ما راح يعاتبونه كثير جماهير العربي الخنسيه عفوا تسديده. لكن بدران عنده مشاركة مع المنتخب الكويتي بعد شهر تقريبا، لاحظوا المحاولة والكرة الخطيرة والتسديدة بعد ذلك اللي كانت عن طريق فراس، لكن كرة فراس كانت سيئة في اللقطة الماضية، مرت إلى ضربة مرمى. كرة ملعوبة له، طالت ومرت إلى رمية تماس، في وسط الملعب نقترب من آخر ربع ساعة من شوط المباراة الثانية ومن زمن هذا اللقاء، والنتيجة مستمرة. وكرة موجودة الآن إلى ضاري، ضاري نقلها عرضية ممتازة، لكن الكرة تعود مرة أخرى إلى ضاري، ضاري يلعبها إلى ضفيري، ضفيري في وسط الملعب إلى طلال عامر، أو نعم طلال عامر، طلال عامر يلعبها الآن إلى لعنزي، نقلة إلى دانيال، لكن الكرة تتخلص، وصلت إلى الموسوي يلعبها في الجهة اليمنى، المحاولة مستمرة، عادت إلى فراس، فراس مر، فراس تقدم، الكرة تبعد من أمامها، تعود المحاولة إلى فراس، فراس الخطيب يحاول، فراس يبدأ ويبحث الآن بأن يقدم المستوى الكبير. نعم بداية ظهوره في الدوري الكويتي كانت من بوابة العربي، تألق مع القادسية، تسديدة، لكن حارس في المرمى أحمد الفضلي يخرج الوقت المناسب ويمسك بالكرة الماضية، حارس مرمى أيضا متألق أحمد الفضلي. لحظة تسديدة والتصدي الممتاز من قبل حارس المرمى. كرة موجودة الآن، محاولة في وسط الملعب إلى الأنصاري، الأنصاري يوقف على كرته، الأنصاري يبحث عن ثغرة ينقلها إلى ضاري، ضاري يحاول ينطلق، ضاري في الجهة اليمنى مر بطريقة ممتازة، العرضية ربما تعذر، نعم عرضية موجودة، الإبعاد موجود، ربما تسديدة غريبة لكن أبعدت، وصلت إلى صالح، سددها صالح، حارس المرمى شالها، حارس المرمى حميد القلاب، حامي عرين العربي، حميد القلاب يتألق ويبدأ ويذكرنا بأيام سمير سعيد، الحارس اللي قدم الكثير للعرباوية. لاحظ الكرة اللي وصلت إلى صالح والتسديدة، لكن القلاب كان موجود في المكان المناسب، يبقي النتيجة سلبية حتى هذه اللحظة. كرة ملعوبة الآن، تتخلص وتبعد إلى رمية تماس، هل يدفع الآن ببدر؟ نشاهد ونتابع، ربما البدر راح يدفع باب الدقائق القادمة. لا المواس محمود
المواس. لاعب سوري يترك أرضية الملعب، لاعب سوري مخضرم واللي يدخل إلى أرضية الملعب، لاعب سوري شاب صغير يتمنى بأن يعيد إلى الأذهان ما الذي كان يقدم براس الخطيب في 2003 إلى 2009 بقميص العربي. الآن براس وصل إلى 31 سنة، حضر إلى العربي قبل تقريبا 11 سنة، كان عمره 20 سنة عندما انتقل لنادي العربي. والعرباوية يشاهدون في محمود المواس بأن يكون خليفة لفراس الخطيب، لأن عنده 21 عام، لاعب للرفاع معارم من الكرامة السوري، والآن يلعب مع العربي في 43-44 مباراة، عنده 10 أهداف، لاعب صغير مثل المنتخب السوري في 17 مباراة، وثالث هداف كان مع العربي في الموسم الماضي، وهداف بطولة ولي العهد في الموسم الماضي. وكرة موجودة الآن، محاولة مستمرة لكن تتخلص وتبعد، عادت في الجهة اليمنى إلى أحمد الصالح يلعبها الآن طويلة أمامية، المتابعة موجودة، وبعد ذلك يحضر الإبعاد في اللقطة الماضية، الكرة مرت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. بدون أهداف حتى هذه اللحظة، الأصفر والأخضر، ديربي بالقمة، ديربي بالقمة، الكويت هو أكثر المستفيدين إن انتهت الأمور بهذه الكيفية. الفريق اللي انتصر على اليرموك وتربع على عرش الصدارة، لا تساوى مع العربي، لكن أكثر المستفيدين نعم هو الكويت. كرة موجودة الآن عرضية تتخلص وتبعد، لأنه راح يخلص الفارق إلا إذا كان قد سوي كلمة، كرة تتخلص وتعود، ربما تكون الكلمة للعرباوية. نشاهد ونتابع خالد إبراهيم يلعبها في وسط الملعب، تتخلص أيضا وتعود في الجهة اليسرى، المتابعة موجودة، التدخل حاضر، حكم اللقاء يحتسب خطأ لمصلحة اللاعب سلطان العنزي في اللقطة الماضية. العربي في الصدارة 11 مباراة، بدأها بلقاء كاظم وانتصر 2، انتصر على حيطان 3، على الشباب 4، على الفحيحين 3، على السالمية أيضا 3، على النصر 4، على اليرموك انتصر في مباراة مع السالمية خسر 3-2، ومع اليرموك انتصر 4، وانتصر على الساحل 4، وتعادل سلبا مع نادي الكويت، وانتصر على الصليبيخات بنتيجة 4-0، وآخر مباراة انتصر على الجرة بهدفين مقابل لا شيء. 2-0 في آخر مباراة للعربي، ونحن نلعب الآن في الأسبوع رقم 12، جولة أخيرة، وراح يسدل الستار. طلال نايف هو اللي راح يدخل أرضية الملعب، هنا لقطات أيضا لعبد العزيز المشعان، كنترول لم يكن أيضا ممتاز من هايل، تصدي كان ولا أروع من حارس المرمى حميد القلاف، انطلاقة من فراس، تبديل الآن، إشراق لم يظهر، إشراق ربما يظهر ويظهر إمكانياته وأداء اللي نعرفه أمام نادي الكويت في نهائي منتظر بين الفريقين. الكويت انتصر، وتفكير الآن في العربي في نهائي بطولة كأس ولي العهد. طلال نايف يدخل أرضية الملعب، وليترك أرضية الملعب محمد إشراق في تبديل ثالث من المدرب بونياك. كرة ملعوبة الآن، بونياك دفع بمواس ودفع بلان
طلال نايف سحب السليمي، سحب فراس، وسحب ايضا لاعب محمد اشرف. خلاص ثلاث تبديلات استنفذت من قبل المدرب بونياك. كرة ملعوبة الان طويلة تتخلص، تسديدة حلوة، اللقطة حلوة، اللقطة الماضية تسديدة ممتازة كانت عن طريق اللاعب المميز صالح الشيخ، لكن كرة تمرت إلى ضربة مرمى. تسع دقائق أخيرة وتعادل سلبي. العربي إن استمرت الأمور بهذه الكيفية راح يبقى على عرش الصدارة ب 29 نقطة، والقادسية ب 26 نقطة، والكويت في المركز الثاني ب 28 نقطة، وتبقى المنافسة ما بين السداسي إلى كاظمة، حتى كاظمة قريب. كرة موجودة الآن، وصلت هذه فيها تدخل وحكم المباراة يعلن عن وجود ركلة أو ضربة مرمى. ضربة مرمى على أحمد هايل. هايل كان يطالب بركلة ركنية، لكن محمد عبد الله شاهد اللقطة الماضية بأن فيها، لاحظ إذا عزكم الله. بعد التدخل خالد إبراهيم على فراس في اللقطة الماضية، فراس ترك أرضية الملعب، خالد إبراهيم حتى هذه اللحظة لا يزال يحافظ على تميزه في هذه المباراة. كرة موجودة لكن تتخلص، تعود إلى عيسى محمد فريح في وسط الملعب، يلعبها إلى خلف، يلعبها طويلة أمامية، وصلت هذه إلى هايل، هايل نقلها إلى الموسى، ويلك الكرة لم تكن بالشكل المطلوب، أبعدت وتعود سهلة إلى خالد إبراهيم. خالد إبراهيم خليفة مساعد ندى، اللاعب اللي يحترف في الدوري السعودي مع نادي العروبة. حسين فاضل أيضا من القادسية يحترف في الدوري الإماراتي مع نادي الوحدة. كرة موجودة الآن إلى صالح، صالح يحاول يبحث عن زميل يعود بالكرة في الخلف لمصلحة اللاعب عبد الرحمن لعنزي. لعنزي لعبها أمامية إلى ضاري، لكن الكرة تتخلص وبتمر. مقصيد بكل استبسال في اللقطة الماضية يبعدها إلى رمية تماس. الأنصاري فهد يحاول في وسط الملعب ينقلها إلى طلال عامر، طلال عامر إلى عامر المعتوق، عامر المعتوق في الجهة اليسرى الطويل أمامية إلى دانيال، دانيال نزلها لكن أحمد الصالح يخلصها، وصلت إلى المواس، محمود المواس نقلها الآن أمامية، لكن أيضا الدفاعات القادسية قروا الكرة الماضية بامتياز. عادت المحاولة لمصلحة الفريق الأصفر إلى الملكي، والملكي يبحث الآن بأن يسجل حضور كبير في الدقائق القادمة. هل يفعلها نادي القادسية ويخطف الهدف؟ نشاهد ونتابع أم أن لنادي العربي كلمة. كرة بتعود في وسط الملعب، محاولة أحمد الصالح، تفاهم جميل ما بين أحمد الصالح وأحمد إبراهيم في الخط الخلفي، ورباعي ممتاز بالنسبة لنادي العربي، عيسى وليد وأحمد إبراهيم وأحمد الصالح ومحمد فريح، وعلى الجانب الآخر عامر المعتوق وعبد الرحمن العنزي وخالد إبراهيم وضاري سعيد، أيضا رباعي مميز في هذه المباراة. ومعركة خط الوسط ما في أحد تغلب على الآخر. كرة موجودة الآن إلى دانيال يطالب بركلة جزاء دانيال، لكن محمد عبد الله قال ما فيها شيء. عادت المحاولة مرة أخرى في الجهة اليمنى طويلة تتخلص أيضا وتبعد، وصلت إلى عامر، عامر يلعبها إلى صالح، صالح في وسط الملعب الآن، صالح ينقلها إلى الأنصاري، الأنصاري فهد يبحث عن زميل تأخر ويعيدها بعد ذلك إلى المدافع عبد الرحمن لعنزي، لعنزي إلى خالد إبراهيم،
خالد ابراهيم في وسط الملعب الى عبد الرحمن الطويل هذه في الجهه اليسرى، محاوله مستمره وصلت الى عامر المعتوق يحاول بها، عامر يبحث عن زميل يلعب الكره العرضيه، وصلت هذه الى صالح يبحث عن لاعب، صالح يبحث عن التقدم الان، لعبها عرضيه عاليه مش لاحد، مرت من امام الجميع، فيها ضربه مرمى في اللقطه. لاحظ الكره والمطالبه بركل الجزاء ولمسه يد كان يطالب فيها دانيال على احمد الصالح، فيها ولا ما فيها؟ الكباتن راح يتحدثون اذا كان في اللقطه الماضيه وجود ركل الجزاء ولا لا. على اللاعب احمد الصالح المحترف السوري مع نادي القادس العربي. التعادل السلبي مستمر ما بين الفريقين مشاهدينا متابعينا عبر ابو ظبي الرياضيه. وبوتشي يعطي التعليمات، انطونيو بوتشي يعطي التعليمات لبدر المطوع، ربما يدخل ويكون له تاثير. الكره موجوده الان، وصلت الى الموسوي تتخلص ايضا وتبعد، عادت مره اخرى. في وسط الملعب الان فيها تدخل، خلاص نلعب في الثواني الاخيره، نعم في الثواني الاخيره مشاهدينا متابعينا عبر ابو ظبي الرياضيه. وراح يوزع الستار على هذه المباراه وعلى هذا اللقاء. الموسوي يبحث عن زميل يلعب له الكره في الخلف الطويل، هذا احمد الجزاء خطيره التسديده، مرت الكره من الموسوي، فيها ضربه مرمى احسان الموسوي، عرضيه ممتازه كانت والتسديده مرت فيها ضربه مرمى، حسين سددها لكن كرته عانقت الشباك من الخارج، والعرباويه كانوا يتمنون بان يشاهدون الشباك تهتز من الداخل لكن الكره مرت فيها ضربه مرمى. هذا هو حسين الموسوي اللي سدد وكاد بان يسعد الجماهير العرباويه، جماهير الزعيم في الدقائق الاخيره. احمد الضفيري يمر ويتقدم، انطلق الضفيري يبحث عن زميل لكن الكره تتخلص من امامه، عادت المحاوله فيها تدخل وفيها خطا في اللقطه الماضيه لمصلحه نادي العربي. تبديل اعتقد بان بدر المطوع الان يدخل في اخر تقريبا دقيقتين، وبدر يبحث بان يصرع العجب. طلال نايف تمريرته ممتازه كانت، والموسوي كاد بان يلهيها بالشباك لكن كرة تمرت. الان بدران يدخل الى ارضيه الملعب، وخبر مسعد ومفرح لجمهور القادسيه، عوده بدر المطوع يدخل الى ارضيه الملعب في الثواني الاخيره من هذه المباراه. كرة موجوده الان في الجهه اليسرى لمصلحة نادي القادسية لكن تتخلص وتمر إلى رمية تماس. الجولة القادمة، الجولة الأخيرة من الدوري فيفا في الدور الأول. كرة موجودة الآن عرضية تتخلص هذه وتبعد. الجمعة القادم أو عفوا هذه الجولة الأخيرة، وبعد ذلك راح يتوقف الدوري الى بعد كاس اسيا. هنا بطاقه صفراء على طلال نايف بعد التدخل على احمد الضفيري، والوقت الاصلي خلاص انتهى. نلعب الان في الوقت المحتسب بدل الضايع. كره ملعوبه الان الطويله اماميه وصلت الى دانيال نزلها لكن الكره تتخلص وتبعد.
عادت المحاولة في وسط الملعب لمصلحة نادي العربي. الموسوي يعود، وهذا أحمد هايل اللي قدم أداء جيد في شوط المباراة الثاني. وصلت الكرة أمامية مش لأحد، أبعدت وعادت بعد ذلك أيضا إلى ضاري سعيد. ضاري لعبها أمامية أيضا. الضغط يستمر بالنسبة لنادي العربي، يضغط في الدقائق الأخيرة. كرة موجودة في الجهة اليمنى طويلة أمامية داخل منطقة الجزاء، خطيرة، لكن حارس المرمى أحمد الفضلي يخرج الوقت المناسب، يلعبها طويلة إلى دانيال. دانيال ينتظر، لكن الكرة أيضا أبعدت. وصلت هذه لضاري سعيد. ضاري يعيدها إلى حارس المرمى أحمد الفضلي. الثواني الأخيرة، الدقائق الأخيرة، بل صافرة النهاية تحضر مشاهدينا متابعينا عبر أبوظبي الرياضية في كل مكان. ديربي القمة انتهى سلبيا بين الفريقين. القادسية راح ينتظر إلى الدور أو إلى ما بعد كأس آسيا، والعرباوية راح ينتظرون إلى يوم الاثنين في مواجهة مع الكويت في نهائي كأس ولي العهد. إلى ذلك الحين تقبلوا مني أجمل ورقة تحية محمد الشامسي. أما الآن الكلمة تعود للزميل أسامة الأميري. أسامة تفضل. كلمة في لقاء القمة. التعادل السلبي كانت له الكلمة، لا أهداف بين القادسية والعربي في كلاسيكو الكرة الكويتية ضمن أحداث الجولة 12 من دوري فيفا الكويتي. كابتن زبير، مباراة في شوطها الثاني لم تختلف كثيرا عن شوطها الأول، هل كان الفريقان يبحثان عن التعادل في هذه المباراة؟ على الأقل من جانب